الدوري الإنجليزي، الإثارة لا تغيب، لعبة الكراسي الموسيقية مستمرة. هو أكثر دوريات العالم الذي يحظى بمتابعة الملايين. اليوم انطلقت مباريات الجولة 19، مواجهات في غاية الأهمية ستحدد بطل البريمير ليج في الشتاء. المنافسة محتدمة بين أرسنال المتصدر وليفربول الوصيف، وهناك محاولات مستمرة من أستون فيلا مفاجأة الموسم، وتوتنهام ومانشستر سيتي متلاحقان في المنافسة. الكل يتوقع منافسة قوية على الصدارة، كما أن الكل يترقب لعبة الكراسي الموسيقية في المراكز الأخيرة. كما أن حال الكبار أصبح لغزاً، مانشستر يونايتد وتشيلسي لا يمران بأفضل الأحوال، لكن في كرة القدم لا شيء مضمون. مواجهة اليوم بين بيرنلي وليفربول، يبحث ليفربول على فوز جديد يضمن له الصدارة ولو مؤقتاً. نقطة واحدة تفصل أرسنال المتصدر عن ليفربول، وفي المقابل فإن بيرنلي يرغب في الابتعاد عن شبح الهبوط. الفريق الصاعد هذا الموسم يحتل المركز قبل الأخير. ومواجهة أخرى ستجمع اليوم مانشستر يونايتد مع أستون فيلا. اليونايتد يمر بحالة من انعدام الوزن بدأها في الدوري الإنجليزي واستمرت في دوري أبطال أوروبا بعد أن ودع اليونايتد البطولة من دور المجموعات، بينما يعيش أستون فيلا أفضل أيامه، ينافس على صدارة الدوري الإنجليزي، وفي بطولة المؤتمر الأوروبي تأهل متصدراً لمجموعته. الكل يدرك الطفرة التي أحدثها المدرب يوناي إيمري بعد أن أصبح أستون فيلا من البطولة قريب، ولأنه الدوري الإنجليزي فتأكد دائماً أن الإثارة لا تغيب.